مرة من هنا رمز الثقافة والأدب. مرة من هنا رائدة من رواد التنوير. مرة من هنا من أرخ لتاريخ المملكة وجغرافيتها وحفظهما من الاندثار بالتوثيق. علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر. ولد حمد بن محمد بن جاسر من أسرة آل جاسر المنتمية إلى الكتمة من بني علي من قبيلة حرب سنة 1328 للهجرة، هنا في بلدة البرود من إقليم السر في منطقة نجد. ولا تذكر البرود حتى يذكر ابنها حمد الجاسر الذي ذاع صيته داخل البلاد وخارجها، وباتت مؤلفاته توازي وثائق مهمة في تاريخ الجزيرة العربية. بدأ الجاسر حياته عليلاً بجسد ضعيف وسط أسرة فقيرة تعتمد على الزراعة. وقد حفر أهله قبره 4 مرات إذ كانوا يعتقدون موته. أنا منذ أن ولدت وأنا مصاب ببعض الأمراض، بحيث أنني لم أستطع المشي على قدمي إلا في السنة الرابعة، وقد انتابتني أمراض دفعت والداي إلى أن ييأسا وأن يأمرا بحفر قبر لي، فحفر لي 3 قبور أو 4 قبور، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لي أن أحيا. من هنا أصبحت عليلا لا أستطيع أن أشارك أبي في فلاحته، ورأى من الخير أن يكلني إلى من يعلمني القراءة والكتابة في المدرسة يسمونها، وهي عبارة عن كتاب صغير. هنا بين قصاصات الورق وأرفف الكتب تتحدث الدكتورة مي عن ذكريات طفولتها مع والدها الراحل. كان صغير عندما فقد والدته، و يعني الذكريات اللي يتكلم عن جدي الله يرحمه ذكريات يعني شوي مؤلمة، لأنه تخيلي كان يقول كنا جوع، يقول مرة حنا جيعانين مرة جاي أبوي الله يغفر له ويرحمه، يعني الاثنين الله يغفر له ويرحمه الاثنين، يقول شايل في شليل في ثوبه كذا شوي تمر، فأخذها علشان يطعم هذول الأطفال الصغار، ما هو ما يعني ما يدروا وش يسوي. يعني أنا أتذكر وأنا صغيرة أنه كان لما يمشي ويشوف ورقة يشيلها يمسحها بثوبه ويحتفظ فيها، لكن يجمع هالأوراق هذه ويكتب على يصير. إحنا الآن وجدنا مسودات لكل كتبه بدأت بهذه الطريقة. الشيء اللي 100% أكيد إن هو كان موهوب، وكان يهتم بموضوع اللي هو نشر العلم والثقافة في هذه البلد. علينا أن تكون هذه النظرة لا تطغى طغياناً، بحيث نتصور أن كل ما قدم لنا باسم تاريخ فهو تاريخ. إن تاريخنا الحافل العظيم قد ابتلي ببليتين اثنتين، إحداهما العاطفة والثانية الثقة العمياء. ورائد من رواد المعرفة والعلم في الجزيرة العربية، ويعني كثير من الناس في جيله وما قبل جيله كله المعلومات التقليدية اللي اعتادوا عليها هي بالعلوم الدينية، الحديث والتوحيد والفقه وقليلا من العربية، لكنه اختلف تماما، بحيث أنه أصبح عنده شغف بالمعرفة كلها بالتراث، وخاصة اهتم
بالمكان والإنسان. فوجئت يوم من الأيام في منتصف النهار يكلمني وكيل الأمارة في الأحساء عبد الوهاب ودي، قال تعال الأمير يدعيك للغداء بعد الصلاة مباشرة، بس لازم تجي تصلي معنا الظهر. الشيخ حمد الجازر جاي، هذا الكلام قبل 50 سنة، هذه أول لقاء معه مباشرة، ولا كنت أقرأ له وأعرف عنه وأسمع عنه بكثير طبعا من أول قرائد من الرواد. بعدين هم جايين ليش الحزة؟ معهم وفد كبير من الداخلية بينقبون عن أماكن البادية السابقة، المناهل البادية اللي هو موارد المياه والقرى المندثرة، بيكتبوا تاريخها، بداية تأسيس المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية. ألف معجم المنطقة الشرقية، ألف الذي يتكون من 4 مجلدات، ثم عاد وألف المعجم البلدان في المملكة العربية السعودية، هذا ملخصا يأتي معلومات يسيرة، ومعجم قبائل المملكة، كل هذه المعاجم ألفها، ثم ألف في شمال الجزيرة العربية 4 مجلدات، المناطق التي لم يكتب فيها أحد هو يكتب فيها. شغل الجاسر عدة مناصب في حياته العملية ما بين قطاع التعليم والقضاء والصحافة والنشر، كان هاجسه الوحيد هو التوثيق لتاريخ وجغرافية المملكة. هو كان الهاجس الثقافي، كان عنده قوي، بدأ يعني على مراحل زي ما قلت لك. أول شيء كان بدأ بمكتبة العرب، بعدين اهتم أنه يعمل أول باليمامة، أول مطبوعة، وكان يطبعها أول شيء خارج في مصر وبعدين لبنان وكذا، وبعدين كانت تجي، وبعدين اهتم بأنه يعمل مطابع هنا وصارت تطبعها في المطابع. أنشأ الجاسر اليمامة أول صحيفة في الرياض في عام 1372، وتبعتها بعد ذلك جريدة الرياض في عام 1385، وفي عام 1386 أصدر مجلة العرب. من هنا كانت تخرج صحيفة اليمامة وجريدة الرياض ومجلة العرب، واللي قارب عمره 70 عام. في شارع الإمام عبد الرحمن بن فيصل في حي المرقب أدخل حمد الجاسر أول مطبعة في الرياض في عام 1372 للهجرة، وقال حينها لن يكتب الخلود لأي مطبوعة ما لم يكن بجوارها مطبعة. يعتبر الجاسر من أبرز العلماء الباحثين في السعودية والعالم العربي، وهو عضو سابق في أكاديمية بغداد ودمشق والقاهرة، كان قوة دافعة وراء النهضة التعليمية الحديثة في المملكة العربية السعودية. كان عضواً في مجامع اللغة العربية، وكان عضواً متموزاً وقديراً، وكثيرة المجامع ترجع إليه يسألون عندما يختلفون في أشياء لن يعرفها أصلاً. وكان حتى القواميس للمعاجم يعني له كتب نقلها في اللغة، فهو متمكن تمكن عجيب. فحتى معاجم اللغة أيضا له في كتب له نقد لها، حتى لما كان يعني عند الأمريكا للجريدة كان يسعى لتعليم ابنه ودفع المرأة للكتابة، ولاحظي بناته، فهو طليعي تفكيره مختلف عن مجتمعه. يمكن أحد يمكن واحدة معاناته أن يكون طليعي في تفكيره ففي نظرته لكل شيء، وبالتالي هو سابق مجتمعه. أي واحد يسبق مجتمعه يتعب كثير. منح العديد من الجوائز لإسهاماته وعطائه الزاخر، من إثراء ميادين الفكر والأدب، جائزة الدولة التقديرية في الأدب، ووسام التكريم من مجلس التعاون الخليجي، ووسام الملك عبد العزيز، وغيرها الكثير. أما جائزة الأدب العربي وموضوعها أدب الرحلات في التراث العربي تحقيقاً أو دراسة، فقد فاز بها علامة عشق التاريخ والأدب منذ ارتوى بين أحضان البرود صبا، وسار في دربه العلمي
يحمله عزم أحد من السيف الصقيل شبا طوى الجزيرة دارات وأمكنة تلا وحزنا ودوا صيهدا وربا ذلكم هو الشيخ حمد الجاسر السعودي الجنسية صاحب مجلة العرب الذي عرفت إسهاماته المجامع اللغوية وازدانت بمؤلفاته المكتبة العربية. تعرف الشيخ حمد رجل صحيح توفى بعد مبلغ 90 من عمره ولكن ترك إرث كبير وذكراه ما زالت باقية. يقول مكسيم تركي الإنسان يعيش حتى 100 ويموت وتنتهي أخباره ولكن ما يترك من أثر أو من كتاب يبقى أجيال طويلة يعني. فهذا الشيخ حمد. الرابع عشر من سبتمبر عام 2000 الموافق 1420 للهجرة فقدت ميادين الفكر والأدب في السعودية علامة الجزيرة العربية ولا يزال الجاسر نموذجاً متميزاً للعالم والباحث والإنسان تاركاً للأجيال القادمة إرثاً كبيراً من العلم مثل ما كان للأجيال السابقة. الرياض، إلهام العريني، MBC.